السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا التهيئات الجديدة بمنطقة ميناء الجزائر العاصمة، ونحاول نلقى مكان أو مكان باش نقاريو فيه. داري وهنايا ونروح نشوف التهيئات هذه الجديدة في ميناء الجزائر العاصمة، ونشوفوا الأشغال وين وصلت. إذا تابعونا في هذا الفيديو. السلام عليكم. إذا نلاحظ هنا فيه منطقة تم هدم البنايات اللي كانت تابعة لميناء الصيد. إذا المساحة هذه تقرب حوالي 50 إلى 40، إذا حوالي 1000 متر مربع أو 10000 متر مربع. وهنا فيه جسر تاع المشاة اللي سوف يربط المنطقة هذه بالطريق شارع زيغوت يوسف على مستوى ساحة شهداء. إذن فيه أشغال سوف تنطلق في هذه المنطقة بالذات في ما يسمى بمشروع الشرفات الجزائر لتيراس دالجي، اللي سوف يلقى الامتداد نتاعو في المنطقة هذه بالذات، وفيه مناطق أخرى سوف تهدم في الجهة هنا في الجهة المقابلة. عندنا بعض البنايات، هي بنايات اللي سوف تهدم كذلك. وهذه المساحة مش كبيرة كتير، تم تهيئتها مؤخرا. ويتم وضع كراسي، وهذه الكراسي من مادة يعني من الحجر أو من ريزين مادة. إذن هذه التهيئة الأولية فيها الكيوسك هذو، أكشاك شكل جميل جدا وعصري بطريقة احترافية تم وضعهما. فيه زوج أكشاك شيء بطريقة جيدة. وهذه مادة الكراسي مخدومين بالمادة تاع الريزين، مادة الباريزين. إذن هو يعطوه شكل جميل، وحتى يعني الإسمنت المطبوع شكله جميل، شكله جميل يعني اللون بتاعه جيد. المنطقة مش كبيرة كتير، لكن معليش فيه أشغال سوف أشغال تاع التوسيعة. الميناء هذا لازم له حماية، لازم حماية.
الرصيف هذا لازم له حماية. سي دونجور والله العظيم، غير من عندنا واحد المسؤولين، مسؤولين ماشي مسؤولين كاع، ماشي غير طفل صغير، كبير، واحد كبير يقدر يطيح. اه ماشي هكذا، ماشي ليفري هكذا كبر يزلق يطيح نابورت لو كي. وانا ولا كان بروفو ما يعرفش يعوم، ماشي هكذا كاع. يا نورمالمون يديروا ام ان كي هابط على هذا دوبل كي، ولا يديروها من باليستراد هنايا. ايه سي نورمال، بيان سير سي دونجور. اه الله غير سي دونجور. اه سي سير، سي سير. نايس. انا كي تفوت، كي تفوت تسرام بعد يقول لك ها تقدر مكتوبو. اه انت كتبتو له ومن بعد مكتوبو. دير الاحتياطات تاعك ومن بعد اللي صرات صرات. والله إذا هذا هو الكشك الثاني، ويعني الشكل رائع. الأكشاك هذه والله عجبتني، وطريقة عصرية، شيء جميل. إذا هذه هي المساحة، وسوف تتوسع لأنه فيه هنايا كما قلنا فيه منطقة تم هدم كل البنايات فيها والتوسيع، والتوسعة سوف تطال هذه المنطقة، كل هذه المنطقة. وشيء إن شاء الله يكون فيه تطوير للمنطقة هذه حسب يعني التصاميم، التصاميم تاع منطقة ما يسمى بالشرفات الجزائر. Yeah.